الناس اللي هي معاه مسار سعيد وتشوف فيه انه ماشي للجنه مرحبا بهم، هذاك حقهم. نحكوا عن الناس اللي رافضه المسار السعيد وترى في انه مساره الانقلابي هذا مدمر وهزنا للحيط وغيره وغيره. المشكل في التغيير نعبوا المواطن به بحلم حقيقي والا نعبوه بالهواء. مزار خباني قال يحشو الجمهور تبنا وقشا، هنا السؤال المطروح. انت عندك خيار حقيقي؟ حتى نطرح بكل جديه مع احترامنا، هل ان الزهير هذا يجب يكون خيار حقيقي؟ سيد زمان خيار حقيقي؟ حتى المرشحين الاخرين لو انا رجعوا في السباق، السؤال الحقيقي هل انهم خيار حقيقي والا لا؟ لانه علاش المواطن التونسي اللي اكتوى، نحكي الان بالتجربه، ب يسموه في الدور الثاني في 2019، يعني الخيارين هذوكم يا رمضاء ولا النار، هل انه مستعد باش يقبل يقول لا اعطيني وطيح سعيد ومرحبا بسي زهير ولا مرحبا بسي زمان وغيره؟ هنا السؤال وين يطرح. نعم، شوف يا سي حسين، المواقف السياسية تتخذ في سياقاتها وفي ظروفها. لا يمكن مقارنة ما وقع في 2019 بما هو اليوم. في 2019 الناس كانت مرتاحة مرفهة، يعني عندها نوع من الانتخابات كانت عبارة على ترف، يعني ما هوش احنا في وضعية نقولوها كيما الحالة توا. الحالة اليوم متاع البلاد هي حالة انهيار على جميع الأصعدة، وأن اللي في عنده السلطة ما هوش الباجي قائد السبسي، هذا إنسان دمر مؤسسة الدولة، فكك كل أواصر المجتمع، ما عندوش حتى عنده مشروع لزيادة تدمير الدولة ولزيادة معناتها تفكيك المجتمع. احنا في وضعية ما احناش في الوضعية بتاع 2019. الغلاء الأسعار لم يكن كيف كيف، التداول ما كانش كيف كيف، الحريات السياسية ما كانتش مقموعة كيف كيف، الدبلوماسية بتاعنا ما كانتش كيف كيف. احنا في وضعية تحت قاع، تحت القاع، وبالتالي الوضعية تختلف عن 2019. هذا من جهة أولى. ولكن الثمن زاد مش نفسه. يعني جايك أخوي، يعني جايك الثمن، تقول لي تعمل المقارنة، أقول لك ماشي مقارنة. احنا في 2019 كنا نبحث عن الأقرب الأحسن. اليوم احنا عندنا هدف معين، عندنا قائم يعني حاكم بأمره خدا السلطات الكل ودمر الدولة، وأنه ما عندوش مشروع إلا زيادة التدمير، وبالتالي يجب أن نتصدى له وأن نقيم صدا منيعا بينه وبين مواصلة المشوار. هذا مع الناس في 2019، هذا وقع تو حاليا. ولذلك فإن الموضوع هو شنو اللي يحب؟ يحب الناس تقاطع الانتخابات، هذا هو. لأنه أولا نذكر راهو الانتخابات ما كانش يحبها قيس سعيد، راهو عمل كل شيء في سبيل التملص منها، لكن فرضت عليه. هذه هذا واقع لا شك فيه، ودلت لك عليه المرة اللي فاتت. والحالة الثانية تولي عول عليها هو اتساع المقاطعة، لأنه نعرفه اللي ثلاث محطات انتخابية اللي عملها سواء في الاستفتاء وإلا في المجلس نواب الشعب اللي متاعه وإلا هذا الأقاليم والجهات، يعني كان بالنسبة لي له هو يعني 8% و10% قال كافيين. هو عامل على هذه المقاطعة وقاعد يدز في جماعته باش يمشيوا، يعني يجبروا الناس واللي يدفعوهم للمقاطعة. نعم. من مثل أنه ما نجموش نغيره وأنه كذا وأنه كيف 2019 وهذه معناتها السردية هذه، وكيف نقاطعه، يعني هو فقط الذي من الدورة الأولى سيحصل على، لأن في 10% بتاع اللي يشاركوا في الانتخابات منهم على الأقل 8% بتاعه، وبالتالي هو ماشي ب 500 ألف مواطن ماشي يشارك، ماشي يحصل هو على 256 ألف مثلا، ويطلع ويولي رئيس وأمر واقع وماشي يطم 5 سنوات. يعني هذا هو اللي يعمل. لذلك احنا قلنا أن الانتخابات هذه ما احناش في الوضعية المريحة، نحن أمام وضعية إنقاذ بلاد. وإحنا إذن الانتخابات هذه هي معركة، معركة حقيقية، معركة نضالية. بالتالي يلزم أولا المقاطعة نحاربها. تو نجيك شنو الاحتمالات.
المقاطعة يلزمنا، لأن المقاطعة يعني التجديد لقيس سعيد إبسو فاكتو، يعني أوتوماتيكمون ما ثم حتى شك. تقاطع يا مواطن راك ما تمشيش نهار الانتخابات، يعني قيس سعيد راك كأنك مشيت تصوت لقيس سعيد. المقاطعة يساوي تصويت لقيس سعيد، هذا هو. وبالتالي يلزم المقاطعة لا، ويلزم الناس تمشي تصوت باش تنقذ بلادها، وباش مش تنقذ بلادها هو أن تصوت ضد قيس سعيد. ضد كيف قيس تصوت ضد قيس سعيد؟ أنا جايك ضد قيس سعيد من؟ أو سؤال من؟ أنا نقول لك لحد الآن ما عندناش توا بكل وضوح شكون هما اللي مش يوقع الإعلان عليهم في 4 سبتمبر مقبولين نهائيا، ما نعرفوش لحد الآن. مش نقول لك احتمال الجلسة العامة نتاع المحكمة الإدارية مش تعطينا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة قرين، نوليو عندنا 5 مترشحين، وقتها ثم كلام نقولوا وقتها اش نزم نعملوا باش ما نخليوش سعيد ينجح في الدورة الأولى وباش يطلع لنا في الدورة الثانية، وإذا كان طلع في الدورة الأولى اش يلزمنا نعملوا في الدورة الثانية إلى غير ذلك. هذا سيناريو أول. سيناريو تو الأقصى، ماشي يبقاو ثلاثة وعايش الزمان ماشي يكون في الحبس. أنا أقول لك في الحالة هذه يلزمنا نقنع الناس، ولو هو عايش الزمان في الحبس، عايش الزمان في الحبس، يلزم نقوم بالحملة متاعه وهو في غيابه كان الزم، ونصوت له بكل قوة. أنا نذكر في السنغال ماهو رئيس الجمهورية عنده شهرين خرجوا من الحبس، من الحبس مشى للقصر متاع الرئاسة نفس الشيء. لكن يا دكتور عبد المعطر، ومع كم احترامنا للسيد زمال، راهو في السودان في السنغال راهو زعيم ثورة شباب، وفي وعنده حزب وعنده ائتلاف شبابي واضح. اليوم انا اسمح لي انا نطرح في اللي يكتبوا لي فيه في فيسبوك انك تعطي سك على بياض للزمال تقول، خلينا نناقشوا فرضيه اخرى قبل. انت تقول يلزم يقتنع التونسي انه ضروري يشارك ولو بورقه بيضاء في الحد الادنى، مش نحكوش على الزمان. ما ثمش ورقه بيضاء، ما كل الناس تحكي شو معناتها ورقه بيضاء؟ ما معنى ورقه هل بيضاء؟ يمكن يبر السعيد في الدور الاول اذا كانت ما عندوش 50% وتحسب ورقه بيضاء لما تحسب؟ ما عندناش ورقه بيضاء في الانتخابات، شو معناتها ورقه؟ ثم الورقه الملغاه معناتها يجي يلقى زوز مترشحين شطب عليهم الزوز، هكا هي. مهم جدا لا وجود ورقه بيضاء يعني. ما فماش ورقه بيضاء، ما عندناش الانتخابات. نعم. هو يعطيك قائمه تو باش يفهم المواطن، يمشي للمركز الاقتراع يعطيوها ورقه فيها قيس سعيد والمغزاوي والهاشم الزمال وممكن حد اخر. عايش الزمال، عايش الزمال. اكثر من واحد، فان تعتبر ورقه ملغاه. ولا ما معناتها هذه شيء معناتها ورقه ملغاه، ورقه الملغاه ما عندها حتى معنى، تدل على جهل الناخب بالانتخاب، ما هيش موقف الورقه البيضاء. ما هيش واقف من الورقه الملغاه، ماهيش موقف. ما عندناش ورقه بيضاء تختار بين هذا وهذا، ماهوش هذايا. هذا هو الشيء كيفاش توقع الانتخابات. هذاك علاش يلزم نمشيو ونقترعوا ونصوتوا ضد قيس سعيد. نلقى 4 ولا 5، اول واحد نصوت عليه يلزمني نختار واحد برك من الخمسه، اول واحد نشطب عليه وقيس سعيد، واللي بعده اللي بعده نخلي اللي بعده اللي يضرني. كانوا ثلاثه نحي زوز ونخلي واحد. كان معناتها هذا هو كيفاش الانتخابات مشتوقة. باه